اليوم الثالث من المهرجان الدولي للكاريكاتير بإفريقيا، نحن في رحاب الجامعة لافتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الجامعي التربوي للثقافة والفنون. فاليوم الجامعة فتحت أبوابها لرسامي الكاريكاتير، وكذلك مهم للتناقش للنقاش مع الدكاترة والطلبة. هذا المعهد المدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير. هذا الفيكاب هو من الابن البار للمهرجان الدولي للكاريكاتير بإفريقيا الذي أسسه السيد الدكتور هشام خليفي. يحمل كل سنة موضوع. نحن في الدورة الثالثة، كانت الدورة الأولى والثانية حول مواضيع تهم الكاريكاتير في خدمة التربية، والدورة الثانية كانت تهم أيضا المواهب الإبداعية في خدمة التنمية. الآن في الدورة الثالثة نتوجه إلى موضوع ديراهينية كبرى، له هو موضوع الذكاء الاصطناعي، وارتأينا كتيمة لهذه الدورة تيمة التدريس الفن والتدريس بالفن في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية. المهرجان هو أيضا ملتقى يجمع بين الفنانين وبين الباحثين الجامعيين، الباحثين الأكاديميين، وهي فرصة لتلاقح رجال الميدان مع رجال البحث العلمي للتفكير سوية في إدماج الفن كعنصر أساسي في التربية والتكوين. لما للفن من تطوير إمكانية الإبداعية وإمكانية الابتكار لدى الطلبة بصفة عامة. كنت تعتبر تدريس الفن واحد تدريس اللي هو مستعرض انترديسيبلينير، تتقاسمه مجموعة من المواد وفق مقاربات مختلفة تاريخية، أنثروبولوجية، لغوية إلى غير ذلك، وكيمكن الطالب من التعرف على الخصائص الكبرى للإنتاجات الفنية، الأعمال الفنية، تعرف الاتجاهات الفنية، ثم كذلك اتخاذ مواقف إيجابية حول يعني الجمالية ديال الفن وتذوق الفن، وبالتالي هذا النموذج يساهم في خلق واحد النوع من الحساسية الإيجابية تجاه الأعمال الفنية. إذا التركيز سيكون أساساً على هذا البعد الديداكتيكي في مسألة تدريس الفن وتاريخ الفن في النموذج التعليمي الفرنسي، وبطبيعة الحال هذا من أجل أن نسهم جميعاً في الارتقاء النموذج ديال نموذجنا المغربي اللي كيبقى بشكل عام رغم المجهودات ورغم الاصلاحات اللي درت كتبقى مكانه الفن في التاريخ المدرسي مكانه ضعيفه نسبيا، وذلك يعزل مجموعه من الاسباب.